بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. النهاردة هنتعرف على التولز الموجودة عندي في على السي شارب. هنفتح ويندوز جديدة، تمام؟ في عندي هنتعلم عليها أول حاجة وهي أهم شيء التكست بوكس. هنطلع هنا في الكومنت كنترول، هنلاقي التكست بوكس، تمام؟ هاي التكست بوكس، التكست بوكس دائما مرافق فيها معاها الليبل على أساس إن هي هتعرف لي إيش هو هذا الموجود في التكست بوكس. فإحنا بنحط الليبل يا إما فوق هنا على الورنة يا إما على جانب التكست بوكس. طبعا بيختلف لما يكون في عربي على اليمين أو بالأعلى هنا، تمام؟ خلينا إحنا بدام إحنا عربي، خلينا إحنا على العربي. هاي التكست بوكس وهاي الليبل، حط هنا، نعمل هنا عندي أول خاصية في الليبل رايت تو ليفت، هنا نعمل هاي يس. صارت عندي الكتابة هنا من اليمين العربي من اليمين للشمال. هنا في الليبل التكست مثلا المفروض إن احنا نسميه الاسم انتر أو العمر اللي أنت عايز تحط تخزنه في التكست بوكس. التكست بوكس فيه خصائص كتير، تمام؟ في عندي هنا الفونت، هنا نوع الخط، هنا حجم الخط، هنا الوحدة اللي هتعمل فيها الحجم، هنا عد أنت بدك تكتب يكون يكتب خط بولد، خميل، إيتاليك، ستريك أوت، underline strike out يعني خط في منتصف الكلام، أو underline خط تحت الكلام. وهنا عندي لون الخط، يعني مثلا هنا حطينا احنا الفونت وهنا عملنا بولد، نعمل start. طبعا عملته من اليمين لليسار على اساس ان احنا نكتب عربي. انا ممكن اكتب محمد احمد، تمام؟ فاحنا شايفين الخط بولد و لونه برتقالي، تمام. ايش في عندي تاني؟ في عندي في التكست بوكس رايت تو ليفت تكست، في عندي ماكس لينكس، هذا كمية الحروف اللي هنحط في تكست بوكس. ممكن أنا هنا الستاندر معطيني إياها 32,767. لو أنا مثلا حطيت هنا أربع حروف وش يقبل مني؟ أربع كاركتر، وش يقبل مني غير أربع كاركتر؟ يعني مثلا حطينا ران، لو بديت أكتب بعد كده خلاص، شايف؟ مش هم أربع حروف، بعد كده إيه؟ توقف. مالتي لاين إنه أكتر، أعمل أكتر من سطر فيه. باسورد ريد أونلي إنه بس يقرأ، مفيش إمكانية إن هو يكتب. شورت كات انيبل، هذا لو انا بدي اعمل له شورت كات ان هو يروح عليه، يعني ساعه الشورت كات لو انا مثلا بدي اضغط كنترول اف ان هو يفعل لي يروح على المكان هنا او ما يروحش. فيزيبل ان هو مرئي او غير مرئي. في عندي كمان هنا السيستم باسورد، هنا لو انا كتبت فيها كلام بيصير ايش؟ بس هو بيصير مشفر، تمام؟ في عندي الباسورد كاركتر، انت ايش بدك تكون الحرف اللي هيبين مكان الباسورد؟
من هنا ما قابلش الكاركتر اللي احنا حطيناه. باسورد ديسيبل فور انبوت سنجل لاين. طيب هنا هنا عشان احنا مستخدمين السيستم باسورد كاركتر، هنا نحط فولس زي ما هي 7 فرام. لو حطيت اي حرف هنا كل الحروف عندي هتظهر ايش، التشفير تاعها هتظهر بايش، بالخمسة. فانا ممكن هنا احط اي رقم، يعني هنا حطيت 1 رن نضيف برضو بكتب ايش، بظهر هذا الرقم. لكن هنا نشيل، لو استخدمنا السيستم هتظهر ايه، الستار. تمام. ودلوقتي في عندي نقطة تانية هنا، ماكسيمم خدناها تك ريد اونلي باسورد. في عندي هنا انيبل و فولس، نعمل هنا ران. تمام. انا ايش معمولها ديسيبل، هذا غير ريد اونلي. تمام. هذا انا ما اقدرش ان انا اعمل فيها اي حاجة، ديسيبل ظاهر لي بس ايش، ديسيبل. لا بقدر اعمل سيلكت ولا بقدر اعمل اي حاجة عليها. تمام. طيب بالنسبة دلوقتي للتعامل مع التكست، هنا كنترول سي كنترول في، هنا تكست نكتب لون. تمام. لو عملنا هنا هذه نعملها الماكسيمم لسه ممكن نوصل 30 حرف، هاي 30. العمر خلي 2 3. لو عملنا هنا رن للنيبل، عشان عملنا ديسيبل لل بيهم النيبل، هاي نيبل ترو هنا ترو. تمام. نعمل رن. نعم الاسم عندي أحمد سالم. تمام. هنا العمر تسعة وثلاثين. طيب هنا ممكن احنا نعمل كمان هاي كنترول سي كنترول في نكتب هنا البيانات هنا، نعملها 100. دلوقتي لو عملت هنا
دفتوتون سمنا إضافة البيانات النيم هيكون دلوقتي احنا بالنسبة للنيم هنا عندي البوتون النيم بتاعه هي بوتون دلوقتي البوتون هذا ايش هعمل فيه؟ هعمل فيه عملية ادد صح؟ فهسميه هنا اد بوتون تمام. او لو ان انا حابب شيء تاني ها بي تي هنا هذه ايش هذا اختصار قلت احنا ضفنا زر جديد هنا عشان نعملهم كل شكل واحد دلوقتي انا هتعامل مع التكست الاول والتكست الثاني هنا التكست الاول النيم تاعه النيم نسميه تكست نيم ثاني تكست ايج تالت تكست ده أنا عايز دلوقتي أضيف البيانات من واحد واثنين وأحطهم في ثلاث عن طريق مين؟ إضافة البيانات هنا الزر بتاعي ضغط عليه دبل كليك ظهرت عندي ميثود جديدة هي بتاعت البوتن آد كليك زي ما احنا شايفين هذه حدث بيحدث عند الضغط على مين؟ على الزر هنقول له هنا تكست تكست داتا دوت تكست على اساس ان احنا هنضيف خان البروبرتيز بتاعت التكست ايش بيساوي تكست تكست نيم دوت تكست زائد تكست ليش دوت هيضيف لي اياهم هضيف لي ال دوت تكست دوت المفروض ان هو هيضيف لي هنا التكست داتا هيضيف عليها تكست النيم زائد التكست ايه هذا احنا بنتعامل مع سترينج مع نصوص ماشي في عمليه الجمع هذا مش عمليه جمع زي الرياضيات مش ماثماتيك لا هذه عمليه جمع نصوص يعني هيحط النص جنب النص طيب انا عشان نظبط الامور شويه هنا هنكتب الاسم بقى كده هنا نحط را وهنا نعم زائد معلش هل أم هذا التفوق أكثر
نعمل هنا run الاسم أحمد العمر 15، نعمل إضافة بيانات أي الاسم أحمد العمر 15. هذا طريقة التعامل مع البيانات. طيب أنا لو عايز مثلا أتعامل معها كمثلا أغير التكست هذه، وأنا دلوقتي لو عايز أتعامل معها ك انتجر كنترول سي كنترول دي، نكتب هنا الرقم الأول هنا الرقم الثاني النتيجة، احسب النتيجة. هذا عملية جمع بين الرقمين، إن إحنا إزاي نعمل غريب على التكست العمليات الحسابية. تمام، هنا نروح على البوتون الثاني، ما عدلناهوش، إن بي تي كالك تكست تكست نمبر 1 نمبر 2، وهنا تكست نمبر 1. تمام، نروح على ده هو هنا أخذ عندي الأكشن بتاع البوتن كليك، مش مشكلة كبيرة يعني، خلينا نشتغل عليها أو نحذفها سيئا. تيجي لينك النتيجة تكست داتا، لا خطأ 128. مية تمانية وعشرين عند الخطأ. أيوة، هو على أساس إن هو ضف حدث ميثود لما نضغط على كليك، فدلوقتي هذا لازم إيش؟ لازم أشيله. لو شلته الأمور هيك لازم إيش تكون رجعت طبيعية. وضغطت أنا عشان ياخد اسم الزر الجديد، هنا هنضغط هنكتب integer نمبر 1 بيساوي
convert to integer. حط هنا تكست نمبر الأول نفس كنترول سي كنترول في نمبر تو هنا نمبر تو عندنا كده انتجر R يساوي number 1 بس number 2 كده. أنا عملت عملية الجمع، حولت التكست integer وحطيت جمعت الاثنين وحطيتهم في result واحدة. المطلوب مني اني اروح احطهم في التكست، وتمام الصيغه اللي عندي انا بستخدمها التكست. شايف ان احنا دلوقتي العمود كل اسامي التكست ظهرت عندي اللي انا اضيفهم، تمام. اللي انا عايزه ريزلت، هبنزل على الريزلت وبنضيف دوت تكست. ايش هيساوي؟ هيساوي الار دوت تو سترينج سين. دلوقتي هنا ستارت، هنا اثنين، وهنا عرض اثنين. احسب عندي في خطأ، كونفيرت معلش هنا كونفيرت دوت تكست، وهنا عايز تكست، عايز نص ان هي تحوله. هنا يكون اثنين اثنين، هنا احسب، هنا النتيجة تمام. كده احنا نكون تعاملنا مع النصوص كتكست وكانتجر، عرفنا كيف ان احنا نحول convert. والله يعطيك العافية.